من أهم الحاجات وأنا اتكلمت عليها في بداية هذه الحلقة ما حدث لبحيرة المنزل، هذه البحيرة اللي يعني كانت من أهم يعني مناطق الثروات السمكية في مصر، من أهم البحيرات المصرية، تعرضت لانتهاك، وعايزة أسميه انتهاك، انتهاك مننا إحنا، إحنا المصريين انتهكنا هذه البحيرة، عشوائيات، وساخة، قاذورات، جريمة، مخدرات، كل حاجة شفت في بحيرة المنزلة حصلت. عادت بحيرة المنزلة لتتنفس بجهد عملاق. نشوف ما حدث لبحيرة المنزلة ونخرج فاصل ونرجع. بحيرة المنزلة وهي من أفضل البحيرات المصرية، وفي أعمقها ثروة سمكية. خير كان عايش عليه أهلنا وكل بلدنا، وسنين طب بدأت البحيرة تعاني من تلوث وتعديات وهجرة الطيور والأسماك. في ظل قيادة سياسية بتتمسك بالحلم والإصرار، التحدي والأمل، أخذنا القرار في مايو 2017 بتطهير بحيرة المنزلة ورفع كفائتها وإعادتها لسابق مجدها. اتعملت دراسة علمية شاملة، اتقسمت البحيرة لأربع قطاعات ودارت ملحمة من أكبر ملاحم التفاني والعمل. بدأت بأعمال تطهير البحيرة من الهيش والغاب والبوص وورد النيل بمساحة تقدر ب 34 ألف فدان. إزالة 4100 حالة من التعديات، مباني وعشش ومزارع غير مرخصة. وبدأت أعمال التكريك لزيادة عمق البحيرة برفع 30 مليون متر مكعب من الرواسب، ولمعالجة مياه الصرف بننفذ أكبر محطة معالجة ثلاثية بطاقة 5 مليون و600 ألف متر مكعب من مياه مصرف بحر البقر. وصلت نسبة تنفيذ المحطة 65% حالياً، وانتهاء تنفيذ محطة المعالجة بالكامل هيكون تم القضاء على مشكلة تلوث البحيرة نهائيا، وعشان نمنع أي تعديات على البحيرة في المستقبل إنشاء طريق بطول 80 كيلو متر يربط بين محور 30 يونيو والطريق الدولي الساحلي حول بحيرة المنزلة اتجاهين بعرض 12 متر، وصلت نسبة تنفيذه 75%. كما تم تنفيذ عدد 5 كوبري خرساني لعبور السيارات، ووصلت نسبة تنفيذه 67%. وكمان لخدمة أهالي بحيرة المنزلة في المحافظات الثلاثة بورسعيد، دمياط، والدقهلية. محدش كان يتخيل إن المستحيل ممكن يحصل وترجع البحيرة لسابق عهدها.